خاص عن المرحوم الحاج أسامة عارف كيوان محاميد من أم الفحم رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ابدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجي وذرية خيرا من ذريتي وأدخله الجنة واعد من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم أنزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم جازيه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا غفرانا. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم أنسه في وحدته وفي وحشته وفي غربته. اللهم أنزله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم افسح له في قبره مد بصري وافرش قبره من فراش الجنة. اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غنيا عن عذابك. اللهم انقله من مواطن الدود وضيق اللحود إلى جنات الخلود. اللهم احمه تحت الأرض واستره يوم الأرض ولا تخزه يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعل عن يمينه نورا حتى تبعثه آمنا مطمئنا في نور من نوره. اللهم اعف عنه فإنك القائل ويعفو عن كثير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.